المنتجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الغرفة. المنتجع عبارة عن فلل أو شاليهات تطلع على البحر. هذا مكانها والغرف. هذه الغرفة الاتجاه هذا والاتجاه ثاني. المنتجع بكل المرافق اللي تدور عليها. يعني المطاعم موجودة. حمامات السباحة، حوضين السباحة عندهم، وواحد مخصص للصغار. السبا، الجيم، كل الشغلات اللي الواحد يدور عليها في مكان مثل هذا. هذه الغرفة، غرفة نوع واحد كلها بهذا التصميم بهذا الشكل. هذه تكرمون دورة المياه في الغرفة، وهذه هي غرفة الإقامة. وفي عندهم طبعا النوع الثاني اللي قلت لكم عليه اللي هو الفيلا. وهذه البلكونة أو الجلسة الخارجية لهذه الغرفة. طيب مساكم الله بالخير، يا أهلا وسهلا. ما كانت قيلولة، كانت غيبوبة عن ثر التعب. فبما أني قررت اليوم أني أنا ما أطلع من الفندق وقعد هنا في هذا المكان الجميل، هذه من الجلسات الخارجية اللي موجودة في منتجع أليلة. هذا المطعم طبعا هي الوجبات الثلاثة، الريوق والغداء والعشاء في هذا المطعم. النظام كله بالمنيو، ما في شو اسمه عندهم في المطعم اللي هو البوفيه، لا غداء لا ريوق لا عشاء. تنزل هني وتختار لك الطلب. هذا المكان في منتجع أليلة مثل ما قلت لكم، هدوء غير طبيعي. يعني جيت أخذ قيلولة ساعة، شفت نفسي راقد ثلاث ساعات من غير ما أشعر. مكان جميل جدا. وهذه الفلل اللي طالتها مباشرة على البحر، وهناك المطعم بعدين هنتعشى إن شاء الله في هذا المطعم. راح يكون عشائي في المنتجع اليوم. راح أقضي اليوم في منتجع إلى حينو باي. هذا المطعم الثاني، مطعم سي سولت، اطلالته مباشرة على البحر وعلى بركة السباحة. هذا حوض السباحة اللي موجود في هذا المكان. في حوض ثاني بعد موجود في نفس الفندق، لكن أنا غيرت من المطعم اللي كنت قاعد فيه قبل شوي. هناك تقهويت وهني بتعشى. مكان جميل جدا، رائع جدا. وطبعا المطبخ متنوع، يعني ما في شيء معين. اللي خاطرك راح تلاقيه موجود ان شاء الله في مطعم سي سولت. مثل ما قلت لكم، الغداء والعشاء هني بالمنيو. الافطار في المطعم الثاني اللي هو مطعم البستان. هذا سي سولت، تبي تتغدى هني تبي تتغدى هناك انت براحتك، لكن خصوصا وقت العشاء كان جميل هادي روعة مع هذه الأجواء الجميلة جدا. أعتقد أن وجبة العشاء راح تكون مميزة. بالإضافة إلى أن نفس المكان هذا في كيدزيريا تحت، وأنت طالع إلى المطعم في مكان لألعاب الأطفال. يعني ممكن تقعد عيالك شوي يلعبون يستانسون وبعدين يطلعون يتعشون. المميز في سي سولت، شايفين اللحظة شوي خليني أقرب أكثر. شايفين المكان هذا، الخيام الثنتين هذه انت ممكن تسوي لهم اوردر قبل، تقول لهم انا ابغي اتعشى هناك، فيجهزون لك المكان على اساس انك انت تتعشى هناك. ياي انت وزوجتك تبغي عشاء رومانسي، قول لهم ابي استخدم هذا المكان ابي اتعشى فيه. او عندهم مكان ثاني بعد جميل جدا وانا اشوفه افضل من هذاك المكان، قول لهم يا جماعه الخير لا، أنا بأنزل تحت. حالياً المكان ما يبين، لكن بالنهار إذا صورت لكم راح تشوفون أكثر وضوح. أنت تنزل هني مباشرة على البحر في هذا المكان، في مكان يجهزون لك تكون أبغى أتعشى
يرتبون لك المكان بالكامل. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. يلا بسم الله. وصل العشاء. طبعا هذا دجاج، انا خلاص مبتعد عن اللحم بشكل كبير واحاول اقلل من السيفود، لكن ما قدرت اقاوم السيفود ستيم دمبلينج، من الشغلات المميزة اللي يسوونها هني في مطعم سي سولت. هذا تشيكن ساتيه مع البينات بوتر، شيء جميل حلو ويؤكل بالفم.